عملت فيلم من أوله لآخره مشاهد خارجة، فكان طبيعي أن هو يتمنع من العرض في كل الدول العربية. فنانة عندها موهبة جراءة محدش من النجمات قدر أن يوصل لها، وكتير وصفوا المشاهد اللي هي بتقدمها بأنها وقاحة مش مجرد جراءة بتأديها في أفلامها. الفنانة ناهد يسري اتولدت في أسرة منفتحة، كانت بتحب الشهرة والأضواء بسبب أختها اللي أكبر منها اللي هي سامية شكري. وصلت ناهد لمرحلة الشباب والكل لاحظ عليها إنها بتتمتع بجمال لافت للأنظار، علشان كده كلهم عرضوا عليها ونصحوها إنها تشتغل عارضة أزياء، وفعلا رحبت بالفكرة. وفي أقل من سنة بالظبط كانت صورها بتتصدر أشهر الصحف والمجلات. نجحت ناهد يسري إنها تلفت أنظار شركات الإنتاج في الوقت ده، رغم إنها ما كانتش بتمتلك موهبة التمثيل، لكن كانت بتمتلك قدرة كبيرة من الجراءة. وبدأت ناهد في العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة زي دورها في فيلم شاطئ المرح، واللي شارك في بطولته الفنانة نجاة والفنان حسن يوسف. وراحت لبيروت مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين للبنان بسبب ظروف نكسة 1967 وتوقف النشاط الفني في مصر. ونجحت ناهد يسري في وقت قصير لغاية ما بقت واحدة من نجمات السينما في لبنان. ناهد يسري قدمت واحد من أجرأ الأفلام العربية في تاريخ السينما، أو نقدر نقول هو الأجرأ على الإطلاق، والفيلم ده هو فيلم سيدة الأقمار السوداء اللي شارك فيه الفنان حسين فهمي والفنان عادل أدهم، واتمنع في كل الدول العربية. ناهد يسري لما سألوها إن كانت ندمت على الأفلام الجريئة ولا لأ، فقالت أنا لما تقدم لي جوزي قلت له إني مش بنت الشعراوي، أنا ممثلة وبلبس مايو ومش ندمانة، ولما قدمت الأعمال دي كنت زي الفرس بجري على آخر سرعة، أنا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، واللي مش عاجبه هو حر. وفي سنة 1974 اتعرضت ناهد يسري لحادث مروع أدى لوفاة صديق ليها كان معاها، وكمان حصل لها تشوه بسيط في وشها، علشان كده قررت إنها تعتزل الفن. غابت ناهد يسري عن الساحة الفنية بعد الحادثة اللي حصلت لها ديت أكتر من 10 سنين، ورجعت في نص الثمانينات بمجموعة كده من الأفلام، لكن رجعت تاني واعتذرت سنة 1990 بعدها انتشرت إشاعات بتقول إنها تبرأت من تجربتها السينمائية، لكن هي برضو طلعت ونفت الكلام ده لما كرموها في الكويت سنة 2010. وبررت ناهد يسري ابتعادها عن الفن بإنها مش بتقبل التمثيل بالحجاب وإنها بتحترم سنها وحجابها، وأكدت إن السينما الحالية مش عاجباها فهي بتدي شكل سلبي عن مصر بالتركيز على العشوائيات والجريمة، وهي ما تحبش تشارك في حاجة زي كده. في سنة 2015 اتعمل معاها مقابلة صحفية ظهرت فيها بالحجاب، وقالت انها مش ندمانة على اعمالها، وكمان بتقدم الاغراء من غير حرج، وقالت كمان انها حجت بيت الله الحرام 7 مرات وأدت مناسك العمرة 29 مرة. وكشفت ناهد يسري انها بتستضيف الداعية عمرو خالد في بيتها علشان يلقي دروس دينية على بنتها وصاحبتها بالجامعة الامريكية. وحكت ناهد يسري قصة جوازها وقالت الكل كان بيحبني بس انا ما كنتش بحب حد، لغاية ما حسيت اني بحب الراجل ده وفعلا اتقدم لي بطلب الجواز رسميا وما وعدتهوش بالاعتزال وهو ما فرضش عليا ده. ومن المواقف الصعبة اللي تعرضت ليها ناهد يسري لما اتقبض عليها هي واختها سامية شكري في قضية شبكة ميمشكيب، وأنكرت سامية شكري في التحقيقات الاتهامات المنسوبة ليها، وقالت في محضر الضبط إنها بتتكلم مع ميمشكيب تليفونيا في المناسبات وإنها تعرفها بس بإنها اشتغلت معاها في مجموعة من الأعمال. وفي النهاية حصلت ناهد واختها على البراءة مع باقي الفنانات بسبب ضعف الثغرات في القضية. كمان عاشت الفنانة ناهد يسري قصة حب وخطوبة مع الفنان محمد العربي اللي كان وقتها ممثل صاعد، وبدأت القصة دي لما كانت بتصور فيلم أبناء للبيع مع الفنان رشدي أباظة، وهو كان بيصور في نفس الاستوديو فيلم صوت الحب مع وردة الجزائرية. عاشوا الاثنين لحظات سعيدة واتفقوا على انهم يقوموا ببطولة فيلم مشترك، لكن القصة انتهت بعد 6 شهور بمكالمة تليفون، وقالت ناهد ان السبب هو التوتر في حياتها وعصبيتها الزيادة. في تناقض كبير في كلام ناهد بين انها بقت ست ملتزمة وفي نفس الوقت سعيدة باللي قدمته، واذا كانت هي مش ندمانة فاكيد الفنانين اللي شاركوها ندمانين زي الفنان حسين فهمي اللي تبرأ من كل مشاهده في فيلم سيدة الاقمار السوداء وقال انها مش بتاعته وانها خدعة، علشان كده قدم شكوى للنائب العام.